طيب قلنا يعني النقل التلفزيوني ما شاء الله، يعني كل التحية للقائمين عليه. طاقم التحكيم البشري كابتن عصام عبد الفتاح بشرنا انه الفيفا اعتمد لنا معرفش 46 حكم لغرف او لحكام الفار، يعني في وفرة عددية، في ورش عمل عقدت، في محاضرات تثقيف اتعملت للارتقاء بالعنصر البشري بعد تطوير العنصر التقني. في ايه ناقص تاني عشان الفار اللي تعبنا ده قوي ينشط شويه؟ لانه اللي حصل في بعض المباريات، اعتقد مباراه سموحه والاتحاد السكندري، اثارت الجدل خاصه في ضربه الجزاء اللي احرزت للاتحاد. مباراه الزمالك وانبي اعتقد كانت مثيره جدا للجدل. ايضا غرفه التحكيم كانت مسار، يمكن ضربه الجزاء اللي احتسبت للنادي الاهلي وهدف بيرسي تاو وانذار ديانج، دي ثلاث قرارات كانت مهمه جدا في مباراه الاهلي والاسماعيلي. نشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها ايه. نشوف اللعبه الاولانيه هي ركله الجزاء. وركله الجزاء الناس فاكره في دوسه على القدم، ما فيش دوسه على القدم، هي في شاط الرجل اللي بتتنقل. بصوا يا جماعه اهي، بصوا اهي، هي دي، هو بيجري خد رجل اللاعب خلاص زقال قدام خلاص فقد التوازن. بص هو بيسقط خلاص، نقل رجله نزلت على غير طبيعتها، على غير الطبيعي اللي هو عايزها، فبالتالي سقط، وبالتالي ركله الجزاء موجوده وقرار الحكم قرار صحيح. نيجي هنا، اللعبه دي مهمه جدا طبعا، التسلل مش موجود من اوله وده صح، وحتى في لحظه التمرير افشل اللاعب. ادي زي ما انتم شايفين اللاعب مش مسابق الكره، اللي خلاص المساعد النهارده بيتعامل مع الكره، فاذا النهارده الهدف صحيح. اخر حاله طبعا هنا ادي الانذار الثاني اهو. هنا بقى انا عايز اقول حاجه، هو هنا بس الحاجات دي انا عايز اقول الحكم في المباراه وبيجري من المستحيلات ان يقدر حد لازم يكون، لكن لو ما كانش عنده انذار وعدل الفار كان هيبقى طرد مباشر. الفار كان هينادي له يقول له تعالى شوف ويطرد له طرد مباشر. فطبعا هنا ده قرار صحيح من يعني ما الفار ما يقدرش يتدخل خلاص، لان هو اتطرد. مش هيتدخل. يعني ده تحليل الكابتن الشناوي، وانا قلت لكم قبل كده ان لولا انه حاول يسحب رجله كان من الممكن الخط الكارت الاحمر يطلع بشكل مباشر. لكن ايضا عايزين البنت اللي اتحسب ده فيه ثلاث اخطاء، في شد من الدراع، وفي دفع، وفي لطشه بالقدم. فهو يمكن سرعة الكورة كل واحد ركز على الحاجة اللي شايفها، لكن هي ضربة الجزاء مش عايزة مناقشة.